والله يا قلبي كان حاسس. قبل المباراه بساعتين كنت بكتب بوست يا جماعه ما تحكموش على فرانك لامبرد بدري، وما تقولوش لو راجل كسب الفرقه مرشحه للدوري، وما تقولوش لو راجل خسر يبقى الراجل سيء وهيتشال الدور الاول ويبقى الراجل ما عرفش يستغل الصفقات، ونقعد نركز مع اللعيبه ونقعد نتكلم. لان مثلا لو قلت لك على نقطه دمها خفيف وقلت لك تخيل النهارده تياجو الكانتارا كان باع مكان فيرمينيو علشان خاطر يرتكز على يورجن كلوب ويحط تياجو تحت شويه ويطلع بصلاح ويطلع بمانيع على الاطراف وتياجو هو اللي يكون المحطه اللي يطلعه، تقعد تضحك. صح، هو لامبرد عمل كده مع كاي هافرتز بس دي ما كانتش نكته، وعمل كده جوه الملعب. مشكله طبعا كاي هافرتز ظهر بمظهر سيء الشوط الاول، غير ان ده طلب من كاي ان هو يعمل ادوار ما بيعرفش يعملها، ان هو يلتحم هوائيا وياخد كور من واحده فيبينيو. فيبينيو اللي كانت فكره ممتازه من يورجن كلوب ان هو يبدا بيه كمساك تاني جنب فيرجيل فان دايك. مش هنقعد نتكلم كتير قوي على عظمه ليفربول وعلى عبقريه ليفربول ويورجن كلوب، لان الكلام ده طبيعي والكلام ده مش جديد علينا. السنه الثالثه على التوالي بنشوف انجلترا من ليفربول بيعمل كده، طبيعي ان الفرقه صعب انك تتكلم عليها في النهايه لما بتكون في الدي بتاعها واليوم بتاعها جوه الملعب بتكون صعبه جدا انك تكسبها. فما بالك بقى اما الفرقه اللي قصادها تكون المدرب بتاعها بيعوق جوه الملعب والمدرب بيعمل حاجات كتير قوي غلط، حتى لما بيتطرد منه كريستيانسن اللي هو بالمناسبه واحد من اسوء المدافعين اللي موجودين في تشيلسي، تلاقي ان الفرقه فكت لسه روح الانهزاميه موجوده جوه الملعب، لسه كل حاجه باقيه من ماوريسيو ساري موجوده جوه الفرقه، وعادي جدا ان الفرقه تخسر واحد واثنين، والموضوع تلاقي ان عادي جدا ان الفرقه مش عارف توصل للجون، وحتى لو توصل للجون يعني حق يا جماعه في امل اهو، لا احنا مش هنجيب ضربات جزاء ولا هنعمل اي حاجه، احنا عايزين نطلع بنتيجه صفريه علشان خاطر نرجع نتكلم من البدايه على ايه اللي حصل من الاول خالص. سهل جدا وبسيط جدا. ليفربول كالعاده بيبدا بال 4 3 3، بس ال 4 3 3 بتاع يورجن كلوب النهارده كانت فيها اثنين نص ملعب بيهاجموا زي جيني فرناندو ناحيه الشمال ونبي كايتا ناحيه اليمين، علشان خاطر كان متوقع ان فرانك لامبرد هيقفل عليه الملعب من البدايه، فالراجل كان عارف ان هو هيواجه فرقه بتدافع من نص ملعبها وتعمل كثافه في نص الملعب، فالراجل محتاج اثنين عندهم نزعه هجوميه واثنين ممكن واحد فيهم يعمل باص حراري لماني او صلاح او فيرمينيو، فالراجل كان عنده درايه ان تشيلسي هيلعب كده. فيقوم تشيلسي بقى عامل ايه؟ لا هو لعب كده فعلا، يعني تشيلسي كان عنده نزاعه ان احنا نقفل نص الملعب. في البدايه اتبالك ان هي بيلعب بال 4 3 3، بس ال 4 3 3 دي في الحاله الدفاعيه كنت بتلاقي ان كانتي طلع لقدام وجورجينيو نزل عشان خاطر تتحول الطريقه ل 4 1 4 1 علشان خاطر تقفل الملعب على ليفربول وتقفل الاطراف على ماني وعلى صلاح وتعزل كمان فيرمينيو، وتلاقي ان الفرقه قافله تماما نص الملعب وسايبه لعيبه نص الملعب بتوع ليفربول يباصوا براحتهم في نص الملعب، وده اللي كان بيعمل استحواذ ليفربول، وكان بيطور كالعاده الاجناب سواء ترينت الكسندر ارنولد اللي كان بيلعب عليه فرانك لامبرد النهارده، اللي هو انا عارف ان ترينت بيزيد وصلاح ما بيدافعش فهعمل ايه بقى؟ هخلي تيمو فيرنر يزيد من عليه، وكمان هخلي كاي هافرتز يميل عليه علشان خاطر كاي هافرتز اللي كان بيلعب تسعه جوه الملعب. كاي هافرتز اللي كان بيلعب تسعه من البدايه، تخيل؟ عشان خاطر لما لك الموضوع كان نكته ما تهزرش ولا تضحك. موسم مونت كان بيلعب هنا علشان خاطر يسند ريس جيمس علشان خاطر ساديو ماني. فتخيل بقى بعد الطرد اللي حصل ريتس جيمس بقى لوحده مع ساديو، عشان خاطر الشوط الاول ما كانش فيه كلام كتير قوي تيجي تتكلم فيه، زي ما قلت لك كان فيه زيادات اطراف وكان فيه كل حاجه من اللي ليفربول بتلعبها جوه الملعب كانت بتعملها، بس برده كان بقى فيه ستاره علشان خاطر ما تعرفوش تعدوا الكوره من نص ملعب تشيلسي بقى، وهو معاه الكوره كان الموضوع يبقى صعب جدا، لان مطالب من اثنين مساكين ما بيعرفوش يلعبوا الكوره من رجل لرجل ان هم يعملوها، مطالب من كورتوزو ما يعملها، مطالب ان فجاه تلاقي ان كريستيانسن بقى مدافع كويس وبيحاول يبني من تحت مع حارس مرمى مهزوم ومهزوز زي جبة، مطالب ان انت تبني من تحت مع ضغط عالي جدا من صلاح وفيرمينيو وماني، ومع زياده جايلك من تحت، فبتلاقي ان الناس دي مرعوبه والكره في رجلها لدرجه كبيره جدا انك تحس ان في قنبله ذريه في رجليهم مش كره قدم، بس عادي ما عندناش اي مانع لحد دلوقتي، لحد ما بتيجي لحظه طرد كريستيانسن. لحظه طرد كريستيانسن دي ضيعت الدنيا، لان انت التوازن اللي انت كنت عامله جوه الملعب ده والاطراف اللي انت كنت قافلها على ليفربول دي معناها ان انت هتاخد واحد من على الاطراف وتحطه كمساك، ولما تاخد واحد من على الاطراف يبقى التوازن بتاعك هيضيع وهيتدمر، ومعناها ان انت لما تلبس الهدف الاول هيكون الدنيا صعبه ليك جدا انك ترجع في اللقاء، وده اللي حصل تماما، لان هو بيطلع كاي هافرتز اللي هو كان سيء جدا، كاي اللي هو كان رقم تسعه اسف معلش واحد بيغلط يعني مفيش عيب ولا حرام، راح مطلع كاي هافرتز وراح مخلي موسم مونت اللي كان شايل هنا خلاها هنا مكان كاي. فالناحيه دي فضيت والرجاله هنا اتدلعوا، الرجاله اتدلعوا بجد، يعني هي فجاه بقت 4 3 4 3 2 وال 4 3 2 دي بعيد عنها قرد الشهر وراحت. لعيبه ليفربول الشوط الثاني نزلوا فجروا، تغيير تياجو الكانتارا كانت تغيير ممتازه، تغيير تياجو الكانتارا كان معناها حاجه بسيطه،
انا كنت بهاجم باثنين بس الشوط الاول في نص الملعب، دلوقتي هاجمك بثلاثه في نص الملعب. وايه يعني مش عارف انا جاله قلب ازاي فرانك لامبرد يخلي بوسو مونتو في الملعب ويطلع كاي هيفرتز. يعني مفترض ان انت لما تضرب منك واحد تغير طريقه اللعب وفجاه تلعب ال 4 4 1 والواحد ده يكون تيمو فيرنر ما يكونش كاي هيفرتز او يكون بوسو مونت، بس لا انا هفضل برضو مخلي الطرف الشمال عليه تيمو فيرنر، عليه تيمو فيرنر عشان خاطر يستغل تقدمات ترينت. طب ما الخطه دي فشلت الشوط الاول والتوازن ده ضاع مع الطرد، انا هفضل مخليها هي هي. طب خليتها هي هي، عملت ايه؟ بعد الهدف الاول لبس خلاص الموضوع كمان، الفرقه رجعت لورا، اتكسرت لورا، ما بنعملش اي حاجه، بنستنيين بس ناخد على دماغنا، وليفربول يفضل يلعب كورته ويودوا الكوره من رجل لرجل من اقصى الشمال لاقصى اليمين، ولعيبه ليفربول بتعمل كل اللي هي عايزاه. ترينت الكسندر ارنولد بعد ما كانش بيزيد قوي بقى بيزيد، وروبرتسون برده ما كانش بيزيد خالص، فجاه لقينا ان اندرو روبرتسون بقى بيزيد وبياخد حريته تماما، وفجاه بتلاقي ان ليفربول عمل عليك جحيم الانفيلد في الاستانفورد بريدج، وفجاه بتلاقي نفسك محاصر 45 دقيقه كامله مع خط دفاع ضايع اساسا، سواء فيكتور توموري سواء كريستيانسن سواء كورت زوما سواء كيبا، الموضوع ضايع تماما. حتى ريس جيمس النهارده كان مهزوز جدا، وماركوس الونسو مستني الوقت اللي بنشيله اللي هيتحط في التشكيله فيه علشان خاطر الونسو يرجع للدكه تاني. فخط دفاع تشيلسي مش خط دفاع تعتمد على ان انت تلعب جيم دفاع قدام ليفربول، ده خط حيل ما ينفعش انك تثق فيهم الثقه اللي كانت موجوده النهارده. بس برضه للامانه خط الدفاع ده ما يسمحلكش انك تفتح جيم قدام ليفربول، هو خيارين صعبين جدا قدام فرانك لامبرت، ان هو يلعب جيم قدام ليفربول ان انا كمنافسك وان انا بحاول ان انا انافس على الدوري بعد الصفقات والماركات اللي انا عملته، وفجاه الاقي ان انا مع اي مرتده لسه بالحيط، لان ده اللي حرفيا اللي حصل في الطرد بتاع اندريس كريستيانسن. الكره كانت مع تشيلسي، فجاه ضربه مرمى بياخدها اليسون ويلعبها لجوردن هندرسون، هندرسون بسرعه البرق بينقلها للعمق، فجاه بتلاقي ان واحد على واحد الطرد كريستيانسون. كريستيانسون بصراحه يستاهل الطرد، اللعيب الغبي ده ما احبوش من زمان والله، عندي مشكله مع اللعيب الغبي من زمان، انا ما احبش اللعيب الاغبياء، علشان كده بتلاقيني بكره ثلاث ارباع لعيبه السيتي. انا مش بشجعش تشيلسي ولا بشجع ليفربول، انا بشجع مانشستر سيتي، بس انا لابس نادي تشيلسي لان انا كنت بشجع تشيلسي النهارده، مش هضحك عليك ولا كنت بشجع ليفربول ما ابدا ما اعملهاش. صلاح ابن بلدنا وحبيبنا وكل حاجه يا جدع، هي الحياه وجهه نظر. ناس كتير قوي بيطبلوا ليفربول دلوقتي، وفجاه بتلاقي الناس كلها بتقول لك يورجن كلوب، بس هيقولوا يورجن كلوب ايه؟ هم قالوا كل حاجه السنه دي، هيقولوا ايه تاني؟ الفرقه بتحاول ان هي ترجع من بعيد شويه، بيحاولوا ان هم يرجعوا من الراحه اللي كانوا فيها بعد ما لعب ماتش ليدز يونايتد وكان في مشاكل. بس انا احترمت جدا يورجن كلوب في حته ان انا احط فابينيو ومش احط جوميز بعد المشاكل اللي عملها الماتش اللي فات، مش هفكر كمان ان انا احط ماتيب حتى لو مش جاهز، احط فابينيو وعادي. فابينيو واخد تقييم ممتاز جدا، الراجل عامل تقريبا 7.2 من 10، فالراجل كان ممتاز جدا، مش مركزه بس الراجل كان كويس، كان بيضغط على تيمو فيرنر ضغط غباء وكان بياخد منه الكوره، والراجل برده كان كويس يعني نوعا ما بيغطي الهفوات اللي بيسيبها ورا ترينت ارنولد. فيورجن كلوب بيحاول برده ان هو ما يخليش ان في ثغرات موجوده للمنافسين، ولو ما في ثغرات موجوده للمنافسين معناها ان فرانك لامبرد ينزل الماتشات اللي جايه علشان خاطر يخسر. بس مش عايز الناس تكشف على فرانك لامبرد، ولا عايز الناس تطلع في الترند بتاع ميدو ان احنا لامبرد هيمشي اخر الدور الاول والكلام الاهبل ده، انا عايز الناس تعرف حاجه واحده بس، ان فرانك لامبرد محتاج يغير شويه في الايديولوجيه الفكريه بتاعته جوه الملعب. ما ينفعش ان انا برضه بقول لك المشكله كلها مشكله مساكين ومشكله كبه، مشكلة مدرب عنده قناعات، ما هي قناعات بتتبني على لعيبة الدفاع ولا حارس المرمى، لما حارس المرمى يكون سيء ولاعيبة الدفاع تكون سيئة، موقف لا يحصل عليه فرانك لامبرد بصراحة، ما اقدرش اطلب منه أي حاجة مع خط الدفاع المتهالك ده وحارس المرمى الهش ده، فالوقت في عونهم. أما ليفربول وتياجو الكانتارا اللي كان ظهوره الأول جيد، لولا ضربة الجزاء اللي عملها على تيمو فيرنر، فتياجو الكانتارا معروف الكواليتي بتاعه عامل ازاي من زمان، من ايام برشلونه ومن ايام بايرن ميونخ، فتياجو الكانتارا حتى وهو برجل واحده هو افضل بكتير قوي من جيني فيناردوم، وافضل بكتير قوي من نبي كايتا، وصفقه ممتازه جدا بالنسبه لليفربول. مش هقول لك اللي عجبك الفيديو اعمل لايك او سبسكرايب او الكلام ده، لان انت راجل برنس واحتمال ما بتكملش معايا لحد دلوقتي، فكل اللي اقوله لك تقبل الاراء.